احنا اليوم في هذا الاسبوع هذا ديال التوعيه ديال التلاميذ اللي التوعيه هذه بفيروس كورونا اللي كيشهد العالم. احنا بدورنا كنوعيو التلاميذ ديالنا وكنعملو حمله تحسيسيه بالاهميه الحفاظ على النظافه، وذلك من خلال مجموعه ديال الانشطه سواء كانت عباره عن تقمص ادوار من اجل كيفيه تنظيف الايدي او مثلا من تعبير الاناشيد او شعارات كما سمعتم الان ما دمت نظيفا سيكون الفيروس ضعيفا، ومن خلال ذلك مجموعه من الانشطه في اطار توسيع العرض المدرسي والمجهودات المبذوله من طرف الاكاديميه الجهويه لطنجه تطوان الحسيمه، المديريه الاقليميه لتطوان التابعه لها، شهدت أكاديمية الجهوية ميلاد مدرسة جديدة اللي هي للا عائشة. هاد المدرسة هاد المؤسسة هادي على مستوى البنية المادية فهي تضم قاعة للتدريس وقاعة للتعليم الأولي، قاعة للصوت والصورة ملتي ميديا، إضافة إلى المرافق الصحية وملاعب رياضية. بالنسبة للدخول المدرسي المطبوع بجائحة كورونا في إطار كوفيد 19، عملت المؤسسة في إطار اجتماع مجلس التدبير تنسيق مع الأساتذة وممثل الجماعة المحلية والمجتمع المدني على بلورة مجموعة من الإجراءات استعدادا للدخول المدرسي المطبوع بهذا الوباء. حملات تحسيسية داخل المؤسسة التعليمية حول موضوع وباء كورونا خارج المؤسسة بتنسيق مع السلطة المحلية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تحسيس داخل قاعة الدرس من قبل السادة الأساتذة، كذلك بالإضافة إلى عدة آليات. سواء المؤسسة ديال لالا عائشة اللي هي مؤسسة من بين 16 مؤسسة تربوية جديدة تم افتتاحها برسم الموسم 2020-2021 على مستوى الإقليم ديال تطوان، اللي هي قمة مضافة نوعية على مستوى الحي ديال جامعة الزيتون القروية وأيضا الحي ديال الكوينما، اللي غتكون عنده واحد الأثر طيب جدا على مستوى الارتقاء بجودة ديال التعلمات على مستوى هذه المنطقة هذه. بالمناسبة اليوم عندنا ثاني أيام التواصلية مع التلاميذ ديالنا اللي كتخصص اساسا على مستوى التوعيه ديالهم وايضا يعني التواصل معهم على مستوى البروتوكول الصحي الخاص بالالتحاق بالمؤسسات، لا من ناحيه السلوكات التي يجب يعني القيام بها على مستوى الفضاء المؤسسه ولا خارجها، ولا ايضا السلوكات التي يجب الامتناع عن القيام بها. ايضا غتكون المناسبه باش انهم يتم التواصل مع التلاميذ على جداول الحصص ديالهم واستعماله الزمن، وايضا يعني على كيفيه يعني الاستعمال ديال كافه الوسائل التي ستوضع رهن اشارتهم، لا من ناحيه ديال الاقسام الافتراضيه ولا ايضا من ناحيه ديال الانشطه ديال التعلم الذاتي اللي غتكون واحد الاليه اساسيه من اجل يعني انجاح هذا التعليم بالتناوب على مستوى المؤسسه التعليميه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.